أسعد الله أوقاتكم أعزائنا الطلاب، معكم المدرس أمين المحمد من منصة حماة التربوية. سوف نقدم تكملة للدرس التوابع. كنا قد أخذنا في درس سابق التابع وتعريف التابع والمفاهيم الأساسية في التابع، ونكمل معكم طرائق تعريف التابع التي هي ثلاث طرق. وسوف يشاركني في هذا اللقاء طالبات مدرسة محمود حصرية. تفضل. ابتسام حريري، سلوى قعياد، ميس عداوس، حزامي قصوب، ملك جمال. أهلا وسهلا بكم. إذن تكملة لدرس التابع، طرق تعريف التابع. لو ذكرنا أو تذكرنا قليلا في التابع، نقول أن التابع هو علاقة تربط كل عنصر من مجموعة أولى بعنصر واحد فقط من مجموعة ثانية. نسمي العنصر الأول سلف، ونسمي العنصر الثاني صورة، ونقول F السلف يساوي الصورة. طيب، طرق تعريف التابع. الطريقة الأولى وهي طريقة الجدول، وهي أسهل الطرق. قال في طريقة الجدول نأخذ جدولا ونرتب أسلاف التابع وصورها ضمن جدولين كل سلف يقابله صورته. إذا نأخذ جدول رقم يقابله رقم، المجموعة الأولى تكون هي المنطلق والمجموعة الثانية تكون المستقر. ويجب أن نعلم أن المنطلق يجب أن لا يتكرر فيه الرقم مرتان. إذا المجموعة التي يتكرر فيها الرقم مرتان محال أن تكون هي المنطلق، لأنه سوف يكون له صورتان. لو الاثنان من المجموعة الأولى موجود في المجموعة الأولى مرتان وكان المنطلق، سوف يكون الاثنان كم صورة؟ صورتان. بالتالي المنطلق يجب أن لا يتكرر فيه الرقم مرتان. طيب، مثال. إذا الطريقة يكون في جدول نرتب الأرقام كل سلف يقابله صورته. مثال، لدينا هنا المجموعة ب أعدادها 2 5 2 3 10 2 والمجموعة أ 1 2 3 4 5 6. قبل أن نسأل، يا ترى هل المنطلق هو المجموعة أ أو المجموعة ب ولماذا؟ من هو المنطلق هنا في هذا الجدول؟ من يجيب؟ طيب، المنطلق هنا هو المجموعة أ، لأن المجموعة A لا يوجد رقم مكرر. لو كانت المجموعة B هي المنطلق، نلاحظ أن الرقم 2 كم مرة مكرر؟ 3 مرات. بالتالي سوف يكون للإثنان صورة، صورتين، 3 صور، ولا يجوز أن يكون للرقم أكثر من صورة. بالتالي محال أن تكون B هي المنطلق. المنطلق هنا من؟ هو المجموعة A. إذن يجب أن ننتبه أن المجموعة التي يتكرر فيها الرقم محال أن تكون هي المنطلق، أكيد هي المستقر. مثال، ليكن لدينا التابع F المعرف بالجدول الذي هو يربط مجموعة أولى، عناصر مجموعة أولى بعناصر مجموعة ثانية كما قلنا بالجدول. الطلب الأول، عين منطلق ومستقر التابع. من يجيب؟ تفضلي يا ميس. المنطلق هو A والمستقر هو B. ما السبب؟ لماذا المنطلق A؟ لأن الرقم إنه ما بيتكرر مرة. إذا لا يوجد رقم مكرر. إذا المنطلق هو المجموعة A والمستقر هو المجموعة B. طيب، السؤال الثاني، صورة العدد 5 وفق هذا التابع F. إذا صورة العدد 5، هنا العدد 5 ما هو؟ هل هو سلف أم هو صورة؟ تفضلي يا سلوى. هو سلف. إذا صورة العدد 5، إذا الخمسة هو سلف ونريد صورته. بالتالي السلف يكون بالمنطلق أم بالمستقر يا سلوى؟ بالمنطلق. إذا السلف بالمنطلق، أين الخمسة هنا؟ تمام. إذا بالتالي ما هي صورة العدد 5؟ 10. 10. إذا صورة العدد 5 وفق F هي 10. طيب، لو نريد كتابتها بالرموز نكتب F الخمسة يساوي 10 أم العشرة يساوي 5؟ خمسة يساوي 10. نعم، إف السلف إف الخمسة يساوي 10 بالرموز. طيب، السؤال الثالث، أسلاف العدد 2، أسلاف العدد 2، بالتالي 2 هل هو صورة أم سلف يا؟ صورة. صورة. إذن الاثنان هنا صورة. هل هو موجود في B أم في A؟ لا، موجود في ب. في ب، اذا الصوره تكون في المستقر والمستقر هو ب. بالتالي ما هي اسلاف الاثنان؟ واحد واثنان ثلاثه وثلاثه وسته. اذا اسلاف الاثنان هي
خمسة هي واحد، عفوا هي واحد، أسلاف اثنان هي واحد وثلاثة وستة. السؤال الرابع، صورة مجموعة، صورة مجموع، بالتالي مجموع الأعداد الأصغر من ثلاثة، هل نأخذها من السلف أم نأخذها من هل نأخذها من المنطلق أم من المستقر؟ إذن صورة مجموع الأعداد الأصغر من الثلاثة، نريد صورة هذه الأشياء، بالتالي هذه الأشياء مجموع الأعداد هل هي سلف أم صورة؟ تفضلي. سلف. هي أسلاف. إذن مجموع الأعداد الأصغر من ثلاثة يجب أن تكون في الأسلاف، يعني في المجموعة A أم B؟ A. في المجموعة A. الأعداد الأصغر من الثلاثة ما هي يا ميس؟ ابتسام؟ واحد واثنان وثلاثة. إذن يريد صورة F الواحد زائد اثنان زائد ثلاثة، هذا هو المطلوب. أي يريد صورة ماذا يا ستة؟ صورة الستة. وما هي صورة الستة يا ابتسام؟ اثنان. إذن الجواب هنا اثنان. السؤال الخامس، نحن نبهنا في درس سابق أن أكبر قيمة يقصد فيها أكبر صورة، وأصغر قيمة يقصد فيها أصغر صورة. السؤال هنا، أين يبلغ أصغر قيمة؟ أين يبلغ، لا يسأل ما هي أصغر قيمة، يقول أين يبلغ أصغر قيمة، يعني يريد هنا الأسلاف، ننتبه، يقول أين يبلغ أصغر قيمة. لو كان السؤال ما هي أصغر قيمة، نقول أن أصغر قيمة، أصغر صورة هي ما هنا الاثنان أصغر صورة. لا، يريد أن يسألنا أين يبلغ أصغر قيمة، أين يبلغ، عند أي أرقام، من يجيب؟ تفضلي سلوى. بالآ نقول أين يبلغ أصغر قيمة، أصغر قيمة ما هي؟ الاثنان. أين يبلغها؟ عند الواحد، وأيضا عند الثلاثة وعند الستة. إذن يبلغ أصغر قيمة عند الواحد والثلاثة والستة. نكمل بالسؤال، وما هي أكبر قيمة؟ وما هي أكبر قيمة يا حزان؟ العشرة. أكبر قيمة، أكبر صورة هي العشرة. أحسنت. إذن أكبر قيمة هي العشرة. طيب، ننتقل إلى الطريقة الثانية. إذن الطريقة الأولى وهي طريقة الجدول، وهي سهلة جدا. الرقم المكتوب إذا كان سلف نأخذ صورته، وإذا كان صورة نأخذ سلف. الطريقة الثانية وهي طريقة الخط البياني، تعريف التابع من خلال خط بياني. قال في هذه الطريقة، طريقة الخط البياني، في هذه الطريقة نعتبر أن جزء من محور الفواصل هو المجموعة الأولى أي هي المنطلق، ونعتبر جزء من محور التراتيب هو المجموعة الثانية أي المستقر. نحن نعلم أن التابع يحتاج إلى مجموعتين، مجموعة أولى هي المنطلق ومجموعة ثانية هي المستقر، يربط أرقام من المجموعة الأولى بأرقام من المجموعة الثانية. فاعتبرنا هنا أن محور الفواصل جزء من أرقامه هو المجموعة الأولى، ومحور التراتيب، أليست أرقام محور التراتيب، نعتبر أن جزء منه هو المجموعة الثانية ب، تمام؟ إذن هنا نعتبر هنا المجموعة الأولى A، من هنا من المجموعة من المحور الفواصل، المنطلق أين يكون، من محور الفواصل أم المحور التراتيب؟ بالتالي الأسلاف تكون على الفواصل أو على التراتيب؟ إذن الأسلاف تكون على محور الفواصل، ونعتبر جزء من محور التراتيب هو المجموعة الثانية ب، بالتالي الصور تكون على محور التراتيب أم محور الفواصل؟ تراتيب. تماما. نلاحظ هنا أن النقطة A من هذا الخط، النقطة A من الخط هذا، ربطت رقم هنا الاثنان، ربطت رقم اثنان بالرقم ماذا؟ ثلاثة. بالتالي الاثنان هو السلف، وما هي صورته؟ الثلاثة. إذا نقول صورة الاثنان هي ثلاثة، أو السلف الثلاثة هو اثنان. طيب، إذا نلاحظ أن النقطة تربط العدد اثنين بالعدد ثلاثة، وأيضا لو أخذنا والنقطة ب، النقطة ب، لاحظوا النقطة ب تربط الرقم ماذا؟ أربعة بالرقم
اثنان. إذن السلف الاثنان ما هو؟ أربعة. وصورة الأربعة هي اثنان. وهكذا بالنسبة للخط كاملا، نلاحظ كل نقطة من نقاط الخط سوف تربط رقم من الجزء من محور الفواصل برقم من محور التراتب، بالتالي سوف يتعرف لدينا تابع، لأن مهمة التابع ربط رقم من المجموعة الأولى برقم من المجموعة الثانية. ملاحظة، المنطلق من محور الفواصل، لا أقول محور الفواصل كامل، من محور الفواصل، مجموعة أعداد من محور الفواصل، والمستقر من محور التراتب، ولا أقول محور التراتب، من محور التراتب. دعونا نأخذ مثال. مثال، ليكن لدينا التابع F المعرف وفق الخط البياني التالي. إذا لدينا تابع ربط جزء من محور الفواصل بجزء من محور التراتب، لاحظ أنه ربط الأرقام من هنا إلى هنا، صح؟ وربط هذا الخط الأرقام من هنا إلى هنا من محور التراتب، إذا المنطلق من محور الفواصل. طيب، السؤال هنا أو الأسئلة الواردة على هذا الخط البياني، السؤال الأول، عين المنطلق والمستقر، أي ما هي الأعداد التي هي منطلق وما هي الأعداد التي تمثل المستقر؟ ما هو منطلق التابع؟ المنطلق يؤخذ من محور فواصل أم محور التراتيب؟ من يجيب؟ تفضل ابتسام. الفواصل. من محور الفواصل. إذن ما هي الأعداد المرتبطة بمحور الفواصل وفق هذا الخط؟ لو أخذنا محور الفواصل نلاحظ أن بدأ الخط من أين؟ من الثلاثة. صحيح؟ وأين انتهى؟ سالب 2. إذا من السالب 3، عفوا، ابتدأ من أين؟ من السالب 3، وأين انتهى؟ 3. بالتالي المنطلق هو من السالب 3 حتى الثلاثة. لا نقول كل محور الفواصل، هذه الأرقام فقط المرتبطة وفق هذا الخط. إذا المنطلق من السالب 3 حتى الثلاثة. المستقر، المستقر من محور التراتيب، صحيح؟ تفضلي يا ميس. من سالب 2 أحسنتي إلى 3. إذا نلاحظ على محور الوايات أو محور التراتيب الأعداد المرتبطة من السالب 2 حتى الموجب 3. إذا أخفض نقطة نأخذ ترتيبها وأعلى نقطة نأخذ ترتيبها، بالتالي المستقر هو من السالب 2 حتى الثلاثة. طيب، السؤال الثاني، ما هي صورة السالب 3؟ يجب أن نركز على الرقم المكتوب. ما هي صورة السالب 3؟ السالب 3 هنا هل هو X أم Y؟ هل هو فاصلة أم ترتيب؟ ما هي صورة السالب 3؟ هل هو فاصلة أم ترتيب هنا السالب 3؟ تفضل يا حزان. فاصلة. يقول ما هي صورة السالب 3؟ بالتالي هنا الـ X تساوي سالب 3 والـ Y نريد أن نعرفه، صحيح؟ طيب، نذهب إلى الخط، قلنا الـ X ما هو؟ سالب 3. نذهب إلى الـ X سالب 3، هذا هو، صح؟ طيب، نريد نحن الـ Y، بالتالي نرسم مستقيم يوازي محور الوايات، ونجد الترتيب المقابل لها هو ماذا؟ اثنان. إذن بالتالي ما هو صورة السالب 3؟ اثنان. السالب 3 سلف، والاثنان هو الصورة. إذن نقول صورة سالب 3 هي اثنان. طيب، السؤال الثالث، أوجد أسلاف الصفر. أوجد أسلاف الصفر، بالتالي الصفر هنا هل هو Y أم X؟ يجب أن نعرف هل هو Y أم X يا تفضل ملك. Y. إذا أوجد أسلاف الصفر، بالتالي الـ Y هو الصفر، صحيح؟ أما الـ X لا نعرفه ونريد أن نبحث عنه. الـ Y صفر، نذهب إلى الـ Y. الـ Y صفر، هنا الـ Y صفر، صح؟ كون نحن على محور الوايات، بالتالي يجب أن نرسم مستقيم يوازي الإكسات. إذا كنا على محور الإكسات هنا رسمنا مستقيم يوازي الوايات. إذا كنا على محور الوايات نرسم مستقيم يوازي الإكس. طيب، نحن هنا نرسم يوازي الإكس، نلاحظ هنا نقطة تقاطع، صح؟ طيب، وهنا نقطة تقاطع، لاحظوا هنا نقطة تقاطع نفسها وهنا نقطة تقاطع. إذا كم سلف؟ نلاحظ سلف اثنان ثلاث. ثلاث أسلاف هي السالب اثنان والصفر نفسه والثلاثة. إذا نقاط التقاطع ما هي الفواصل وما هي الإكس المقابل لها؟ هي إذا نقول أسلاف الصفر
هي ثلاث أسلاف. ربما يسأل السؤال ما هي ما هو عدد أسلاف الصفوف، فنقول ثلاثة. أما إذا قال ما هي الأسلاف يجب أن نذكرها. هنا الأسلاف هنا قلنا سالب اثنان والصفر والثلاث، يجب أن ننتبه إلى هذا السؤال. طيب أكبر قيمة للتابع وأين يبلغها؟ أكبر قيمة نحن قلنا أكبر قيمة وأصغر قيمة تؤخذ من المستقر أم من المنطلق؟ أكبر قيمة وأصغر قيمة، من يجيب؟ تفضلي. المنطلق. إذن أكبر قيمة وأصغر قيمة تؤخذ من المستقر، أي هي من محور التراتيب، لأن المستقر موجود في محور التراتيب. أكبر رقم يعني أعلى نقطة، ما هي ترتيبها؟ ثلاثة. إذن أكبر قيمة أعلى نقطة ما هو ترتيبها؟ هو ثلاثة. فنقول أكبر قيمة هي ثلاثة. طيب هذه الثلاثة أين بلغ العدد ثلاثة؟ عند الرقم كام؟ اثنان. إذن الثلاثة يبلغها عند الرقم اثنان، يبلغها عندما X تساوي الاثنان. طيب ما هو العدد الذي صورته سالب اثنان؟ العدد الذي صورته يعني هذا Y أم X؟ Y أم X هذا السالب اثنان؟ Y حزام. إذن Y تساوي سالب اثنان. أقول العدد الذي صورته سالب اثنان، بالتالي هو Y، ونحن نريد ماذا؟ X. طيب نذهب إلى الصورة سالب اثنان يا حزام، نذهب إلى الصورة سالب اثنان. أين السالب اثنان على الواي؟ هذه صح؟ صح. طيب نرسم، نحن على محور الوايات، فنرسم مستقيم موازي محور الفواصل. نذهب إلى الخط، هنا الخط، بالتالي ما هو العدد؟ سالب واحد. واحد. إذن العدد الذي صورته سالب اثنان هو سالب واحد. طيب الطريقة الثانية قلنا وهي طريقة الخط البيان. الطريقة الثالثة والأهم والتي سوف ترد بالمراحل الثانوية، الطريقة الثالثة وهي طريقة قاعدة الربط، وهي التي سوف تكون أهم في الصفوف القادمة إن شاء الله، عندما تصبحون عاشر أو حادي عشر فتكون الطريقة الثالثة هي الأهم، وهي طريقة قاعدة الربط. قاعدة الربط من اسمها قاعدة الربط، يعني قاعدة لربط الرقم الأول بالرقم الثاني. هناك قاعدة أعطاني طريقة. هنا نلاحظ أن الأرقام موصولة جاهزة بالجدول، بطريقة الجدول الرقم مربوط مع رقم ثاني، لاحظناه. أما الطريقة الثانية يعطيني قاعدة للربط ونحن نريد أن نعرف الأعداد. قال بهذه الطريقة من خلال قاعدة الربط، إذا كان F تابع يربط العنصر X بالعنصر Y. قال وفق هذه الطريقة طبعا F يربط X بماذا؟ بواي. او نكتب اف الاكس يساوي واي، صحيح اف السلف يساوي الصورة. قال وفق هذه الطريقة يكون الواي هذا الصورة، يكون الواي هو عمليات جبرية على اكس، اي ان الصورة هي عمليات جبرية على السلف. اذا يكون هذا الرقم هنا عمليات جبرية على اكس. دعونا نأخذ مثال. لو قلنا اف يربط اكس بواي، F تابع يربط X بواي، لكن ما هي الواي؟ قال الواي هي 2X زائد 1. إذا لو قلنا مثلا لو أردنا أن نربط الرقم 1 مكان X، لو وضعنا 1 1 بالتالي ما تكون الواي؟ 1 ضرب 2 2 زائد 1 3، بالتالي ما هي صورة الواحد؟ 3. إذا هنا أعطانا طريقة لربط العدد الأول بالعدد الثاني. لاحظوا أن الصورة هي عمليات جبرية على ماذا؟ على السلف. الصورة هي عمليات جبرية على السلف، F X إلى Y، لكن الواي هو عمليات جبرية جمع طرح أو ضرب على مين؟ على السلف اللي هو X. طيب اختصارا نكتب F، نكتب هذا الكلام F من X إلى، لا نكتب Y مباشرة، نكتب 2X زائد 1، أو نكتب F الX يساوي 2X زائد 1. هنا الY هذا هو الY، لم نعد نكتب Y، نقصد الY هو ماذا؟ 2X زائد 1. إذن بهذه الطريقة تكون الصورة، تكون الصورة عمليات جبرية على السلف. إذا عرفنا السلف أكيد سوف نعرف الصورة. لو عرفنا السلف واحد نكتب مكان X واحد فتظهر الصورة. إذا طريقة لربط العدد الأول بالعدد الثاني أعطاني طريقة الربط، ونحن يجب أن نعرف الأعداد.
طيب نأخذ مثال، ليكن لدينا التابع H الذي ينقل، ننتبه، التابع H الذي ينقل كل عدد X إلى ماذا؟ إذا ينقل العدد X إلى مربعه مجموعا له واحد. إذا التابع يربط العدد X بماذا؟ بمربعه مجموعا له واحد. السؤال الأول، عبر جبريا عن هذا التابع. عبر جبريا، هو هاي لغة، هذه لفظية صح؟ لفظ، نحن نريد رموز. السؤال الثاني، أوجد صورة العدد ثلاث. السؤال الثالث، أحسب صورة الناقص واحد. ثم الرابع، أوجد أسلاف العدد خمسة. إذا دعونا نتناقش قليلا. H تابع، H تابع، ماذا يربط العدد X؟ يربط X بماذا؟ بواي صحيح؟ نحن نعلم أنه يربط السلف بالصورة، لكن هو يقول يربط العدد X بمربعه مجموعا، يعني الواي ما هي؟ هي مربع السلف مجموعا له واحد. ماذا تصبح يا طلاب؟ تفضل يا ميس. X مربع زائد واحد. أحسنت، إذا هنا الواي هي X مربع زائد واحد، ونحن نكتبها H. الX تساوي X مربع زائد واحد، تمام؟ طيب إذا هنا الإجابة الأولى إذا نلاحظ أن H يأخذ X إلى مربعه مجموعا له واحد، بالتالي هذه هي Y، هنا Y، هذا كله Y، فيكون لدينا H X يساوي X مربع زائد واحد. السؤال الثاني، أوجد صورة العدد ثلاثة، إذا يجب أن نعرف هذا الثلاثة هل هو X أم Y، أي هل هو سلف أم صورة؟ تفضلي يا سلوى. الـ X هو ثلاثة. إذا أوجد صورة العدد ثلاثة، بالتالي الثلاثة هو X والY مجهولة، ماذا نعوض؟ نعوض بكل X ثلاثة. تماما، إذا نذهب إلى التابع، نعود إلى التابع ونعوض مكان X ثلاثة، نلاحظ إذا نعوض أن X تساوي الثلاثة في التابع، لنجد أن مكان X سوف نضع ثلاثة، تصبح H ثلاثة يساوي مكان X ثلاثة للتربيع زائد واحد، ثلاثة للتربيع تسعة، مجموعا له واحد يصبح. السؤال الثالث عفوا، H ناقص واحد، طيب هنا هل ال X ناقص واحد أم ال Y ناقص واحد يا حزامي؟ ال X. ال X ناقص واحد، وماذا نريد؟ ال Y. بكل سهولة نعوض مكان X سالب واحد، إذا نعوض مكان X سالب واحد تصبح H سالب واحد يساوي سالب واحد للتربيع زائد واحد وتساوي اثنان، بالتالي صورة الناقص واحد هي اثنان. إذا هنا الاثنان لم يكن ظاهر معنا، ولكن عمليات جبرية على ال X ظهر الرقم اثنان. السؤال الثالث وهو الأصعب في هذه الطريقة بالنسبة للطلاب، أوجد أسلاف العدد خمسة، أوجد أسلاف العدد خمسة، بالتالي هنا الخمسة هل هو X أم هو Y يا ملك؟ هو Y. أحسنتي، إذا أسلاف العدد خمسة، بالتالي ال Y هو خمسة ونحن نريد ال X. طيب ال Y هو كل هذا صح؟ بالتالي لابد من حل معادلة. بهذه الطريقة عندما نريد أن نوجد الأسلاف لابد من حل معادلة. إذا Y لدينا y تساوي خمسة، أي أن من هو ال y؟ كل هذا x مربع زائد واحد يساوي خمسة، إذن استبدلنا y ب x مربع زائد واحد، أصبحت معادلة، لابد من حل هذه المعادلة يا ملك. نحل هذه المعادلة، هذه المعادلة كيف تحال؟ لو نقلنا الخمسة أو الواحد إلى الجهة، الجاهل في طرف والمعلوم في طرف، تصبح X مربع تساوي خمسة. خمسة سالب واحد ماذا تصبح؟ أربعة. أربعة، إذن X مربع تساوي أربعة، وهنا لهذه المعادلة حلان، نأخذ الجذر الموجب والجذر السالب، بالتالي إما X لو أخذنا الجذر هنا والجذر هنا، جذر الأربعة ما هو؟ اثنان. سالب اثنان أو موجب اثنان، إذا لو أخذنا الجذور هنا فنحصل إما X تساوي اثنان أو X تساوي سالب اثنان، بالتالي كم سلف للخمسة؟ سلفان، هما السالب اثنان والموجب اثنان. مثال أخير، ليكن لدينا التابع المعرف بقاعدة الرابط، ليكن لدينا التابع المعرف بالعلاقة علاقة الرابط،
اسمه كي اكس هو اكس مربع زائد 5 اكس زائد 6. بالتالي من هي الصورة؟ كل هذا هو الصورة، يعني هذا كله واي. تمام؟ هذا واي. نحن الرقم المكتوب هنا اما ان يكون اكس او واي، هذه قضية التابع كله. السؤال الاول، اثبت ان كي اكس هذا التابع السابق يكتب بهذا الشكل، ونحن نعرف من الصفوف السابقة وحتى في التاسع أخذنا لإثبات أن عبارتين جبريتين متساويتين ننشر العبارة الأولى وننشر العبارة الثانية، إذا كان لهما نفس المنشور بالتالي عبارتين متساويتين. لاحظ أن هذه العبارة الجبرية منشورة، إذا هنا لابد من نشر هذه العبارة، إذا كان لها نفس المنشور السابق فيكون فعلا يساوي. من ينشر العبارة؟ تفضلي يا ابتسام. يلا X للتربيع، إذا K تساوي X تساوي هنا X للتربيع، X تربيع زائد 3X زائد 3X زائد 2X أحسنتي زائد 6 زائد 6. إذن هنا استخدمت نشر قوسين، الأول بالأول الأول بالثاني، الثاني بالأول والثاني بالثاني، ضرب بين هذه المقادير، بالتالي يصبح لدينا بالاختزال X مربع 5 إيه زائد 5 إكس زائد 6 وهو صحيح. إذ كي إكس نلاحظ أن لهما نفس المنشور، بالتالي كي إكس يكتب بهذا الأسلوب ويكتب بهذا الأسلوب، هذا الأسلوب محلل وهذا الأسلوب منشور. طيب السؤال الثاني، احسب كي الصفر، نحن نقول كي السلف أم كي الصورة؟ تفضلي يا سلوى. كي الصورة. نحن هذا سلف أم صورة؟ سلف. سلف. بالتالي هنا X تساوي الصفر. الصفر. إذن هنا الX تساوي الصفر. إذن نعوض في التابع هنا أم هنا؟ والأسهل التعويض في المنشور. دائما التعويض يجب أن نعوض، أو الأسهل التعويض بالمنشور. إذن نجد لو عوضنا مكان X تساوي الصفر، K الصفر تساوي صفر للتربيع. صفر زائد خمسة في صفر صفر زائد ستة. ما هو الجواب؟ ستة. إذا ما هي صورة الصفر؟ ستة. طيب وكيل واحد، تفضل يا حزامي. نعوض X تساوي الواحد. الواحد يلا كي الواحد. الواحد تساوي واحد للتربيع واحد زائد خمسة خمسة زائد 6 ويساوي 12. أحسن. إذن صورة الواحد هو 12. إذن لاحظوا أن 12 كان غامض لكن حسبناه لأنه عبارات جبرية على السلف. طيب ثلاثة، عين أسلاف العدد 6. بالتالي هذا العدد 6 هنا يجب أن نقرر هل هما هو واي هل هو صورة أم سلف. من يجي هنا؟ تفضلي ملاك. صورة. إذن الواي يساوي 6 صحيح؟ هنا يا ملك لدينا هذه واي وهذه واي، برأيك نأخذ أي واي؟ المقدار المنشور. أحسنتي، لأن هنا يوجد 6 وهنا يوجد 6 يمكن الاختزال. تمام؟ كان أوجد صور أعدادنا صورتها صفر، هنا نأخذ هذه العبارة المحللة لأجل نستخدم خاصة الجداء الصفري. طيب إذن واي تساوي 6، فهذه هي الواي، أي أنه هذا يؤدي أن X مربع، يلا ملك، X مربع زائد 5 نعم زائد 6 يساوي 6. يمكن نقص 6 للجهة الثانية أو اختزالها ليصبح لدينا هذا يؤدي أن X مربع زائد 5 X يساوي 0، وهي يا ملك معادلة من الدرجة الثانية، هي معادلة من الدرجة الثانية، ونحن قد نبهنا سابقا أن المعادلة من الدرجة الثانية إذا كانت محللة فنستخدم مباشرة خاصة الجداء الصفري، أما إذا كانت غير محللة لابد من تحليلها ثم استخدام خاصة الجداء الصفري. ملك، هذه العبارة محللة؟ لا. التحليل ما هو طريقة؟ نفتح قوسين إخراج عامل مشترك هو X. إذا هذا يؤدي X عامل مشترك، ماذا يبقى هنا؟ X زائد 5 يساوي الصفر، صفر. وهي محللة خاصة الجداء الصفري، تقول إما أو نعم إما X تساوي الصفر أو
أو إكس تساوي الخمسة زائد خمسة تساوي الصفر. نعم هذا يؤدي أن إكس تساوي سالب خمسة. إذا بالتالي أسلاف الستة هي الصفر والسالب خمسة. طيب السؤال الرابع، أوجد الأعداد التي صورتها صفر، صورتها صفر، هل هو واي أم إكس يا ميس؟ واي. إذن الواي صفر، هنا الواي تساوي صفر. طيب برأيك لدينا هنا واي وهنا واي، أي واي نأخذ، المحللة أم المنشورة؟ المحللة. من أجل استخدام خاصة الجداس. أحسنت. إذن هذا يؤدي أن إكس زائد اثنان ب إكس زائد ثلاثة يساوي الصفر. إما إكس زائد اثنان يساوي الصفر. نعم، إما إكس زائد اثنان يساوي الصفر، هذا يؤدي إكس يساوي ناقص اثنان سالب اثنان. أحسنت، وهو الحل الأول. أو إكس زائد ثلاثة يساوي الصفر، أو إكس زائد ثلاثة يساوي الصفر، هذا يؤدي إكس تساوي سالب ثلاثة، وهو الحل الثاني. بالتالي ما هي أسلاف الصفر؟ هي السالب اثنان والسالب ثلاثة. نكتفي بهذا القدر، ونرجو أن نكون قدمنا ما يفيد، وهناك أمثلة واردة في الكتاب لابد من إعادة حلها، وشكرا لحضوركم.